مشاهدينا مشاهداتنا نحييكم جميعا ونرحب بكم في موضوع اليوم. أظهرت بيانات خدمة تغير المناخ في الاتحاد الأوروبي كوبرنيكوس أن شهر مارس المنصرم كان أكثر دفئا في جميع أنحاء العالم من أي شهر مماثل سابق منذ بدء التسجيلات الرصدية، ويشمل ذلك درجات الحرارة الجوية ودرجات حرارة سطح المحيطات، حيث يعد الشهر العاشر الذي يحطم الأرقام القياسية. ويعيش المغرب هذا الأسبوع موجة حر ستناهز خلالها درجة الحرارة 40 درجة في بعض المناطق، وليست هذه موجة الحر الأولى، بل سبقتها عدة موجات خلال الأشهر الماضية سجلت معها عدة مدن درجات حرارة قياسية بالنسبة للفترة الزمنية التي تأتي فيها تلك الموجات. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا من تطوان الأستاذ الدكتور زين العابدين الحسيني، الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية، وينضم إلينا أيضا من سيدي قاسم الأستاذ محمد بن عبو، خبير في قضايا البيئة. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أستاذ زين العابدين الحسيني، هل فيما جاء ضمن تقرير أو استنادا إلى تقارير ومعطيات كوبرنيكوس الأوروبي شيء يساعد على فهم وتفسير موجات الحرارة التي تأتي في فصل الربيع وفي الواقع تحقق درجات حرارة قياسية بالنظر إلى الفترة التي تأتي فيها؟ أستاذ زين العابدين الحسيني، هل تسمعنا؟ القادم من مؤسسة لها مصداقيتها ولها وزنها على صعيد الأرصاد الجوية وكذلك على مستوى الإحصائيات التي يعني تسجل في هذا الإطار وتعتبر مرجعا، إنما يؤكد الاتجاه الذي تعيشه المنطقة، أقصد منطقة ميناء وكذلك غرب المتوسط، منذ 3 سنوات. بمعنى الآن ألفنا أنه ابتداء من شهر أبريل وخصوصا من شهر ماي تتوالى موجات الحرارة الشديدة القادمة في كتل حارة من الصحراء على منطقتنا، وتصل حتى إلى جنوب أوروبا، الجزيرة الإيبيرية، وحتى إلى فرنسا. الآن يتأكد هذا المنحى، وهذا المعطى مهم جدا، والذي يأتي مباشرة بعد التغيرات المناخية التي عرفتها بلادنا منذ حوالي أسبوع أو أسبوعين، والمتمثلة في المنخفض الجوي الذي أحدث موجة برد من جهة، وكذلك تساقطات غير مألوفة كانت مهمة جدا في بعض مناطق المملكة. لذلك فربما هذا الحر الذي أتى مباشرة بعد التساقطات الأخيرة إنما يذكرنا على أننا لازلنا في الوضع الذي عشناه على التوالي وبشكل متواتر في السنوات الأربع السابقة، بأنه يجب ألا يعني نخفض يعني التعبئة ولا سياسة الحذر والانتباه، وهذا هو المهم، وأن نستمر في ما نحن بصدده من إجراءات من حيث تعبئة الموارد غير العادية، من حيث المنشآت التي ستتم إقامتها لتحلية مياه البحر بمختلف أصنافها وإشكالها. بمعنى أننا لا ينبغي أن نغتر بهذه النسب الغير المتوازنة التي عرفتها بلادنا من حيث التساقطات، وبأنه على 9 أحواض لازالت هناك أكثر من 5 أحواض هي دون عتبة 30 بين 20 و 25، وهو ما ينبغي أن نكون منه على بال. ما يأتي من معطيات على المستوى الأوروبي من كون شهر مارس الأسخن على الإطلاق من أمثاله يزكي أنه نحن بشكل عام نسير في نفس المنحى التصاعدي لدرجات الحرارة. صحيح سي محمد، نتكلم عن درجات حرارة استثنائية تم تسجيلها على المستوى العالمي وليس على المستوى يعني الوطني أو المستوى شمال إفريقيا. فاليوم نحن نتجه نحو يعني ارتفاع درجة ملموس على مستوى البحار والمحيطات، على مستوى اليابسة كذلك، حتى على مستوى الغلاف الجوي، لأن اليوم يعني الأرقام اللي صدرتها يعني المراكز الدولية مقدمتها مركز كوبرنيكوس تبرز جليا
أننا تعدينا الحاجز ديال 1.5 درجة مئوية على المتوسط العالمي، والأشهر 12 الماضية بالتوالي تعتبر أكثر سخونة على الإطلاق. إذا كانت 2023 هي السنة الأكثر سخونة على الإطلاق، فسنة 2024 نحن نتجه نحو تسجيل أرقام قياسية أخرى. هل السنة سوف تعرف أرقام قياسية على المستوى الوطني كيفما ممكن تعرفها على المستوى الإفريقي؟ شفنا يعني في شهر مارس الماضي خلال أول موجة حر سجلتها يعني المملكة المغربية خلال فصل الربيع الحالي، دول مثل مالي مثل بوركينا فاسو سجلت أرقام قياسية ونحن في فصل الربيع. يعني نتكلم عن أرقام اللي ممكن أن نتعدوا الحاجز ديال 50 درجة مئوية خلال الأشهر القليلة المقبلة، كما تتنبأ مجموعة من النماذج الرقمية أن شهر مايو المقبل ممكن تكون موجة حر استباقية مثل التي نعرفها في فصل الصيف، وبالتالي يعني نحن نسير في سيناريو يعني الحرارة التي خلفتها يعني النماذج الرقمية والتي خلفها يعني هذه الظاهرة، ظاهرة نينيو التي تكلمنا عليها خلال مجموعة من الحلقات السابقة. من بين الآثار يعني المباشرة لهذه الظاهرة التي انتهت بسلام وخلفت هذه الموجة الحر، لما إن تنتهي موجة حر ولا إلا أن تتبعها موجة حر مباشرة كما شفنا دابا في المغرب. يعني كانت موجة حر غير الله الأسبوع الماضي وسجلنا أرقام تعدت 42 درجة مئوية على المستوى الوطني، اليوم كنسجلوا أرقام اللي ممكن موجة الحر بدات من يوم يعني من يوم أمس يعني الأربعاء، واللي ممكن توصل يعني درجات مئوية تفوق ال 40 درجة مئوية على المستوى الوطني. شكرا لك أستاذ محمد بن عبوس. أستاذ زين العابدين الحسيني، طبعا لا أدري إذا كان توالي هذه الموجات من الحر يساعد في فهم الطقس الذي أصبحنا نعيش فيه ودورة المناخ هذه إلى الحد الذي بلغت فيه بعض الدول حتى في أوروبا، أن موجة الحرائق تبدأ في الربيع ولا تبدأ في الصيف كما اعتدنا على ذلك. هل يساعد ذلك في وضع معالم مناخ جديد؟ وهو بالتأكيد، لأنه كما أشرنا سابقا فالآن نحن في السنة الرابعة إن لم نكن في السنة الخامسة من هذه الظاهرة. معناه هذا الوضع يصبح يعني شبه مؤكد وشبه رسمي، والواجب الآن أصبح هو أن نتعامل مع الظاهرة كشيء يعني قار، ولا يبدو أنه مستقبلا ستكون هناك يعني تغيرات كبيرة في هذا المنحى الذي أخذه المناخ في هذه المنطقة، إلا إذا تم الاتفاق الفعلي والعملي وتنزيل ما تم الاتفاق عليه في الكوب 21 في مؤتمر باريس، من حيث خفض درجة حرارة الأرض إلى الحد الذي يمنع تأثير على يعني الغطاء الغازي للأرض، لنتأكد كما سبق وأشرنا على أننا الآن جميع السياسات الفلاحية بالأساس الزراعية وكذلك المائية وما يرتبط بها من أنشطة صناعية وتجارية وسياحية يجب أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى، وأن تأخذ مثلا الجماعات المكلفة بتدبير الفضاءات العمومية في المدن وفي الحواضر الكبرى هذه المعطيات حتى نتعامل معها ونتفادى المفاجآت غير السارة، لأنه الآن المعطيات التي نتوفر عليها لا شيء يدل على أن المناخ عاد أو سيعود أو هو يظهر مجموعة من الإرهاصات أو من المؤشرات التي توحي أن الأمر سيعود إلى ما كان عليه. الأمطار كانت نتيجة يعني كما سبق وأشرنا في حلقة ماضية تكالب ثلاث يعني موجات من الضغط المنخفض على بلادنا في نفس الوقت، وتسرب مجموعة من الكتل الهوائية أعطتنا وضعا استثنائيا انتهى بسرعة وعادت كما يقول المثل الحليمة إلى عادتها القديمة، وبدأت تتوالى موجات الحر. ويعني ما كنا قد ألفناه في شهر يوليوز أو شهر غشت الآن سنبدأ التعامل معه في شهر ماي على أبعد تقدير، يعني ونتمنى أن تخطئ هذه التوقعات أو هذه يعني الآراء المبنية على معطيات إحصائية، ولكن الواقع يجب أن يجعلنا نحن كسياسات عمومية
كمسؤولين نأخذ بعين الاعتبار هذه القضية الآن التي كما أشرت فرضت نفسها بشكل واضح للعيان في المنطقة كلها، لأنه حتى على مستوى جنوب يعني أوروبا خصوصا الجزيرة الإيبيرية فالبرتغال وكذلك إسبانيا. وعندما نتحدث إسبانيا فإننا لا نتحدث فقط عن منطقة الأندلس، وإنما نتحدث عن أراغون، عن كاتالونيا، وحتى عن بعض أقاليم الباسك التي توجد على الحدود الإسبانية الفرنسية التي أصبحت سدودها ومصادرها المائية في شح كبير، حتى أن بعض القرى في هذه المناطق، مناطق كاستية مثلا، يعني بعض القرى لم يعد فيها ماء عمليا، بمعنى على أن الناس هناك قرى الآن فارغة هجرها سكانها وأهلها لعدم وجود الماء بكل بساطة. وحتى نظام مثلا السيتيرن أو الناقلات الماء لم يعد كافيا لدى يعني أناس كانوا قد ألفوا الماء بشكل يعني غزير وكثير، وهو ما لم يعد الآن سوى ذكريات مع الأسف. شكرا لكم أستاذ زين العابدين الحسيني. أستاذ محمد بن عبو، هل يقتضي فهم هذه الظاهرة أيضا تدقيق أيضا النظر في حركة الكتل الهوائية الآتية من الصحراء الكبرى، لأنه أصبحت تمتد بشكل متقدم جدا إلى الفضاء الأوروبي، تكتسح طبعا فضاء شمال إفريقي إلى الفضاء الأوروبي المتوسطي وإلى شمال أوروبا أيضا أحيانا، وما الذي يترتب عن هذا الوضع المناخي في المتوسط؟ صحيح، لأن اليوم يعني الأنظمة ديال المراقبة ديال الطقس والمناخ على المستوى الوطني يعني تحسنت بشكل كثير، والترقبات هي الأخرى أصبحت أكثر جودة وأكثر قربا للمواطن. نتكلم اليوم عن النشرات الإنذارية التي أصبح المواطن يعني يتواصل ويتوصل بها بشكل يومي أو بشكل آني عندما تكون هناك نشرات إنذارية تهم هذه التغيرات المناخية المستطرفة. اليوم كنتكلموا على الأقل أن اليوم تحسن ديال الأنظمة ديال الاستعداد لمثل هذه يعني المشاهد أو هذه النماذج المستطرفة للمناخ، لأن اليوم عندما تكون هناك أنظمة متطورة تكون استباقية لمواجهة الكثير من يعني من هذه يعني ما هو مرتقب، سواء تعلق الأمر بموجات الحر الاستثنائية، سواء تعلق الأمر بالفيضانات أو بالكوارث الطبيعية بصفة عامة. اليوم نتكلم عن حرائق ديال الغابات اللي شفنا يعني خلال الأسابيع القليلة الماضية، بدأت في روسيا، يعني روسيا اللي تعتبر ذات المناخ يعني البارد القطبي أو المتجمد، بدأت فيها حرائق يعني مبكرة، وهذا يبرز أن اليوم دخلنا في مناخ عالمي تغيرت ملامحه بشكل كبير وكبير جدا، وبالتالي يعني الاستعداد المبكر أو المراقبة المبكرة لمثل هذه الظواهر المناخية كما تكلمت سي محمد. يعني اليوم هذه يعني نتكلم تارة على يعني المرتفع الآسوري الذي يخيم كثيرا على الواجهة الأطلسية ويحرم المغرب من منخفضات رطبة متعددة وكثيرة، كيفما يكون هناك مرتفع صحراوي أو إفريقي الذي يعني كثيرا ما يخيم برماله وبهذا الغبار يعني المتراتب يعني هنا وهناك، وتصل يعني إلى أطراف السويد والنرويج، يعني ليس إلى شمال إفريقيا فقط. وهذه يعني كما قلت نتكلم اليوم عن مناخ جاف حار يحمل معه تبعات هذه يعني المرتفعات، سواء تعلق الأمر بالآسوري أو الإفريقي الذي يخيم تارة على شمال إفريقيا وتارة على الحوض البحر الأبيض المتوسط بصفة عامة. وعندما تكون هناك مثل هذه الموجات الحارة الاستثنائية في ظروف جفاف، في ظروف ندرة موارد مائية، يعني ترتفع هذه المؤشرات ديال الحرائق ديال الغابات أو ديال المنظومات الواحية بصفة خاصة. واليوم كنتكلموا على هذه المتابعة اليومية لمثل هذه المؤشرات ديال الحرائق ديال الغابات أو ديال يعني الانخفاض ديال الموارد المائية. وما ننساوش أن السنة بالنسبة للمغرب ستكون سنة استثنائية، لأن كان هناك استقبلت يعني المملكة حوالي مليار متر مكعب خلال الأربعة أيام الأخيرة من شهر مارس وبداية فتح أبريل. لا زال يعني الوضعية المائية في تحسن مستمر على مستوى الأحواض المائية على مستوى الحاقنة ديال السدود على المستوى الوطني. هذه يعني الأمطار يعني المتأخرة شيئا ما واللي جات مع يعني البداية ديال فصل الربيع سوف تعطي الكثير من الحشائش والكثير من النباتات التنوية التي يعني غالبا ما تكون هي السبب الرئيسي اندلاع مثل هذه الحرائق الغابات، وبالتالي اليوم لازم أننا نتحلوا بالمزيد من اليقظة والمزيد من التوعية والتحسيس بصفوف جميع المستعملين. طيب. ديال يعني المنظومات البيئية ومنظومات الغابات بصفة خاصة. شكرا لك أستاذ محمد بن عبو. أستاذ زين العابدين الحسيني، طبعا هذا الوضع المناخي الذي
أتيت أنت على ذكر عدد من تجلياته في هذه المرحلة إلى الحد الذي أشرت إلى أنه أحيانا تصبح التساقطات المطرية فيه حوادث عرضية لنقل ظواهر مناخية، وتصبح فيه القاعدة أيضا أنه هناك جثوم هذا المرتفع الآصوري على المنطقة بحيث يمنع التأثيرات الرطبة. كيف تتأثر الدورة الفلاحية والإنتاج الفلاحي وما يتصل بالأمن الغذائي أيضا إذا استمر الطقس بهذا الشكل؟ هو أهم ما في هذه الظاهرة هو الإنتاج الفلاحي، لأن أولا المستوى الأول أننا ألفنا يعني كفلاحين كمشتغلين على الزراعة وتربية المواشي روزنامة أو تنظيما زمانيا معينا من حيث التساقطات، من حيث عاداتنا سواء في الحرف أو في الحصاد إلى غير ذلك. هذه العادات تغيرت في السنوات الأخيرة وأصبح الوضع يتطلب وجود سياسة أخرى وبروتوكول آخر ومنهجية أخرى. الاستئناس بها وكذلك التفاعل معها أخذ وقتا ولم يحقق النتائج التي كانت منتظرة منه، سواء على من حيث طرق السقي إلى غير ذلك. هناك بعض المناطق الفلاحية التي كانت تستفيد من فلاحة عصرية ولها من الإمكانيات أو من الدعم الرسمي للدولة ما ساعدها على تخفيف من هذه الأزمة، ولكن الغالبية خصوصا المناطق البورية ظلت مرتبطة بالإيقاع الرتيب السابق، وهي التي تضررت فأنتجت ظواهر اقتصادية واجتماعية أصبحت بدورها تنيخ يعني بكلكلها على الواقع الاقتصادي للبلد. وعندما نقول الواقع الاقتصادي فالفلاحة والإنتاج الفلاحي مؤشر أساسي في الدورة الاقتصادية في الناتج الوطني الإجمالي إلى غير ذلك، مما جعل أن الهجرة من المدن إلى القرى يعني تزداد من القرى إلى المدن تستفحل بالنظر إلى هذه المعطيات، لأنه لم يعد هناك ما يمكن القيام به في هذه المناطق. هذا الوضع الآن عدم الوعي به هو يعني مشكلة، أصبحت مشكلة كبيرة جدا لابد من مواجهتها بجميع الوسائل المتاحة، إعلاميا على مستوى التدريس، على مستوى المنظومة يعني على مستوى منظومة المجتمع المدني، على جميع الوسائل التي بإمكانها أن تؤثر في هذا الوضع لأنه قابل للمعالجة وليس ميؤوس منه، لأننا ولله الحمد عندنا موارد، عندنا تقنيات، عندنا خيارات على مستوى الفلاحة من حيث إعطاء الأولوية لزراعة دون أخرى، على مستوى المواشي الحمد لله هذه السنة سيكون هناك كلأ، ستكون هناك إمكانيات للحفاظ على القطيع ولو نسبيا، ولكن لا بد من أن نأخذ هذه المسألة مأخذ الجد حتى لا تستفحل الظاهرة. شكرا. لأنه فعلا هذا سيؤثر كثيرا على الإنتاج الفلاحي. شكرا جزيلا لكم الدكتور زين العابدين الحسيني الخبير في التشريع البيئي والتغيرات المناخية من تطوان. نشكر أيضا ضيفنا الأستاذ محمد بن عبو والخبير في البيئة وفي القضايا البيئية من سيدي قاسم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على المتابعة، بإمكانكم العودة إلى هذه الحلقة والإطلاع على المزيد من الأخبار على موقعنا الإلكتروني media.ntv.com. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.